طيب احمد معايا؟ حسناء؟ ايوه دكتور. هو فصل معلش. بصي بقى عندك اللاترال فنتريكل كده، اللاترال فنتريكل كده شايفيني؟ اه. وصلوا على حاجه اسمها ثيرد فنتريكل عن طريق ايه؟ حاجه اسمها ايه؟ فورامن مونرو، فورامن اوف مونرو. طيب الثيرد فنتريكل اللي كانوا كده اهو مثلا، وكان اللاترال اليمين بينزل على الفورس، وكان اللاترال اليمين ولاترال الشمال بينزل على الفورث فنتريكل، صح كده؟ اه. بينزل على الفورث فنتريكل عن طريق ايه؟ بالاكويدكت اوف سيلفيس. صح، برافو. يبقى اكويدكت اوف سيلفيس الفورث فنتريكل. خلاص بقى، هو السي اس اف انتج من الكرويد ومشي في الاربعه فنتريكلز، هيروح فين بعد كده؟ هو المفروض السي اس اف يمتص في في الفينس الصفرا. ايوه. بيروح للسوب اكنوليس بيس عن طريق فورامين كده اسمها اللي هي اللوشكا دي. اثنين فورامينا اوف لوشكا وفورامين اوف اجندي. اثنين فورامينا اوف لوشكا وميد لاين فورامين اوف ماجندي. يبقى في ثلاثه انواع من الفورامين، فورامين اوف مونرو ما بين اللاترال فنتريكلز والثيرد فنتريكلز، وما بين الثيرد والفورث الاكويدكت اوف سيلفيس، ما حدش ينساها دي. لكن ما بين الفورث والسب اراكنويد سبيس اللي فيه فينز عشان السي اس اف يعاد امتصاصه ثاني، حاجتين ميدل فورامين اوف ماجندي واثنين فورامينا اوف لوشكا. ماشي. طيب يبقى اذا مصير اي واحد هيتقفل السكك اللي هي فيها الفورامين اوف مونرو او الاكويدكت اوف سيلفيس او الاثنين فورامينا اوف لوشكا او فورامينا، ده اللي هيعمل الاوبستراكتنج. ده يبقى ايه؟ يبقى نان. ده اللي هيعمل الاوبستراكتنج نون كوميونيكيتنج. نون كوميونيكيتنج ليه؟ لان اتقطعت الكوميونيكيشن ما بين واحد من الفنتريكلز والباقيين. خلاص. طب لو كلهم كوميونيكيتنج ولكن في مش بيوصلوا للسب اراكنويد، مش واصلين. ايوه للسب اراكنويد. لكن الفنتريكلز الاربعه كوميونيكيتنج، لكن اخر دخلت الفورث فنتريكل على السب اراكنويد هي اللي مقفوله، يبقى ده كوميونيكيتنج. فالسب اراكنويد بقى حوالين سباينال كورد وفي البرين كله بقى مش واصل له، فالسي اس اف بيزيد كانتاج وما بتصرفش في البلاعه، يبقى ده اسمه ايه؟ كوميونيكيتنج. ليه كوميونيكيتنج؟ لان كل الفنتريكل سالكه مع بعض، ما عنديش اوبستراكشن او بلوكج بوينت عند الليفل اوف الفنتريكل بينها وبين بعضها. فيبقى كارولين لما جت لنا في السؤال بتقول ايه؟ بتقول الترم كوميونيكيتنج معناه ايه؟ قولي لي بقى حسناء. هتبقى بي. صح كده. هو اللي بيحصل له ان الليجن بيوبستراكت السب اراكنويد، ما حصلش بلوكج خالص عند ليفل اوف كراك، واحنا اتفقنا ان واحد غلط اكيد. وسي اللي هي النون كوميونيكيتنج. سي اللي هي نون كوميونيكيتنج لان هي كده من اسمها الفنتريكلز نون كوميونيكيتنج. تعالي بقى نقرا كده كوميونيكيتنج هيدروكيفلس. مش ظاهر حاجه يا دكتور. هي السكرين لسه على السؤال. طب حتى كده دلوقتي مش ظاهر؟ لا. كده باين؟ هو لسه السكرين بيتحمل. ايوه تمام. الاكسبلانيشن بيقول كوميونيكيتنج هيدروكيفلس ريزلتس فروم ليجنز ذات اوبستراكت سب اراكنويد سبيس. تمام. طيب تمام. ادي الفنتريكلز هي اللاترال ودي اللي فيها الكورويد بلكسس، وده مين يا حسناء؟ ثيرد. برافو ثيرد. وبعد كده انزل الاكويدكت اوف سيلفيس وانزل الفورث فنتريكل، ومن الفورث الاثنين فورامينا اوف لوشكا وفورامين اوف ماجندي يودوا على السب اراكنويد هنا والسب اراكنويد تحت.
ماشي كلام جميل. طيب وهنا بقى الحته بتاعت النظري. لو هيدروكيفلس حصل قبل ما قفلت السوتشرز خلاص نستحملها. الانفنت يحصل له ايه بقى؟ يحصل له ان الفونتانيل تفضل تنس جدا والسوتشرز سيبريت من بعضها والسانسيت ابيرنس اللي انتوا عارفينه. طب لو قفلت السوتشرز ده مصيبه. هيبقى تشايلد اصلا مش انفنت وهيبقى ايه؟ ويز انترا كرينال بريشر الاي سي بي بتاعه هيزيد. طبعا الكرينال الترا ساوند رقم واحد يليه على طول السي تي. والحل فنتريكلو طبعا بريتونيل هي الاشهر مش الاتريال. ده في فنتريكلو بلورال وفنتريكلو اتريال وفنتريكلو جول بلادر. وفي اكستريوريزيشن بره خالص على الشارع لما يحصل فيه انفكشن. لكن الاصل فنتريكلو بريتونيل اكثر سيرفيس يستحمل السي اس اف ان احنا نوديه فيه يستخدمه كبلاعه، بنحطها فوق الليفر او بنحطها في البلفس. ماشي. الاء ايوه يا دكتور يلا بقى اقري معانا. يبقى سهل الكلام ده هنا بقى عشان احنا شرحنا الكلام ده خلاص. انا ما كنتش موجوده بس الحين ان شاء الله هكون ماشي معك. Which answer best describe the root of flow of CSF lateral ventricle foramen of Magendie Mushka subarachnoid space lateral ventricle subarachnoid space foramina foramina of Magendie Mushka cisterna magna lateral ventricle subarachnoid space cisterna magna lateral ventricle. يعني اي حد خلاص فيها بالكلام اللي قلته ما ينفعش اقول سب اراكنويد سبيس في الاول. خلاص؟ وسي دي شكلها غريب اصلا. ايه السيستم ده مجني اول حاجه؟ احنا اول حاجه كورويد فليكسس ماشي. يبقى انت ما تفكريش في سي ودي يا الاء، هتفكري في اي وبي. لو قلت لك فكري في اي وبي. بي. بي، طب ازاي بي اللاترال فنتريكلز تودي السيرد فنتريكلز؟ لا اي عشان الـ عشان الفورمين ماجندي ولوشكا هم اللي بيودوا للسبراكنويد. ايوه يبقى انا اخر محطه السبراكنويد. يبقى الاجابه ايه؟ ايه؟ هو اول حاجه الكورونال بلكسس في اللاترال فنتريكلز وبعد كده اخر محطه خالص السبراكنويد اللي هيمتص فيها السي اف اف ويرجع للدم. سهله؟ يبقى الاجابه ايه؟ ايه؟ ادي بقى السي اس اف ايه؟ اقري بقى. لا يلا اقول لك بدل ما تقري الكلام ده اقري الكلام ده. اللي هو الباثواي اللي هو الازرق. تمام. لاترال فنتريكل بيطلع بيروح للفرمين للفورمين اوف مورو للثيرد فنتريكل. بعد كده بالاكويدكت اوف سيلفيس هيروح للفورث فنتريكل. بعد كده بالفورمين اوف ماجندي ولوشكا هيروح للسب اراكنويد سبيس اوف البرين اند سباينال كورد. ماشي نخش بقى اللي بعدها. ممكن يا كارولين نرجع تاني لو سمحتي؟ يلا يا كارولين. انتروماتيك برين انجري علي صوتك شوية. انتروماتيك برين انجري لا حطي بقك في البتاع في الموبايل. انتروماتيك برين احنا مش سامعين اي حاجه. انا ده اعلى حاجه بقى. صوت يا كارولين. حاضر. انتروماتيك برين انجري which is false hypotension with systole اقل من 90 ايوه with mortality patient with glascoma اقل من 8. هو عايز الاجابه الغلط. ماشي المعلومه بتقول لك اللي اقل من 8 لازم يبقى انتوبيتد. شكلي بي كده صح. طب وسي؟ سي از نوت انديكيتد اف ذا بيشنت 13 او طيب خلينا نسيبك من سي دلوقتي شكلها مغري شويه انها تكون غلط. طب الانيشال ريسستيشن شكلها صح ولا غلط؟ لا شكلها صح. شكلها صح الاير واي هو اول حاجه. يبقى انا متاكد ان دي صح.
وان بي صح. طيب هاي بوتنشن اقل من 90 حاجه سخيفه جدا طبعا. لا 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 غير ممتاز. ترجحيها ولا ترجحي سي؟ سي طبعا. سي يعني لا يمكن تكون صح. يعني ازاي جلاسكو كوما يبقى اقل من 13 والسي تي ما تبقاش انديكيتد؟ المفروض كل ما يقل كل ما يبقى اوحش. فيبقى ما ينفعش يكون اي حاجه اجابه غير ايه؟ غير سي. ادي الاجابه ايه؟ طبعا السي تي بتفيدنا في الدبريسد والكومباوند فراكشرز. الدبريسد يعني متبطط حته داخل جوه العظمه، الكومباوند يعني مفتوح الجرح على الشارع. البيزال سكال فراكشر اللي هو الفراكشر بيز، والسيجرز والفوميتنج اكثر من مره، والعيان لما وقع فقد الـ فقد الـ يعني اسمها ايه؟ فقد الايه؟ فقد الوعي ولو لدقيقه واحده، او عنده مشاكل نيورولوجيكال او التريتنج ليفل اوف كونشسنس هو جاي اصلا مش واعي. كل ده في السي تي از انديكيتد. ما ينفعش ان انت طب هو يقدر يشخص ايه؟ يشخص الفولت والبيز، يشخص الكونتيوجن والليسريشن ده على مستوى الهارد وعلى مستوى السوفت تيشو، ويشخص بين ايديما والهيماتوم بانواعها حسب ديورال انترا كرينيال هيموريج سواء الاكسترا ديورال وهكذا. طيب كلام يلا يا مين معانا تاني؟ منى زهراء لو سمحت يلا. Penetrating brain injury is defined by مين يا جماعه اللي عمال يعمل فايبريشن ده؟ ممكن تبقى احمد انت اللي بتعمل فايبريشن يا احمد. لقطتك لقطتك يا احمد. يا دكتور محمد كاتب اسمي يعني هو محمد اللي بيعمل فايبريشن. صوتك لا يا حبيبي صوتك بيطلع عندي. اول ما بتتكلم بيطلع عندي، اول ما بيطلع فايبريشن بيطلع اسمي. ما محمد مسمي نفسه بقى. محمد حاطط اسمك. بينتحر شخصيتي. لا بس هو ما طلعليش توم، طلع لي اسمك بس من غير توم. اه شفت بقى عشان تعرف. اه. مين اللي بيبعت لك رسائل يا احمد في الوقت ده؟ اكيد الكراش. ماشي. يلا زهراء. Penetrating the brain injury is defined by ممكن فورم بادي ديستربنج ذا ديورم ولا ايه؟ مين اللي داخل في دماغها ده؟ سكينه باينه دي قلايه دي ولا ايه؟ لا لا ده دي اللي ممكن اللي بيقوروا بالكوسه تقريبا. اه مقوار الكوسه. حاجه صعبه يا راجل. وده وقت توكه ده يعني التوكه موجوده والبتاع ده هو دي صورة حقيقية على فكرة. حاجة غبية جدا. حاجة ماشي هوريكم بقى صورة مرعبة كمان شوية. ماشي يلا تختاري إيه يا زهراء؟ فورين بودي ديستربينج ذا ديورا. صح كده ديستربينج ذا ديورا. إيه رأيك؟ هنشوف من الطوارئ في الحاجات دي طبعا في الطوارئ كتير. ممكن جالنا واحد قبل كده داخل سيخ من عند كلافيكل كده مش عارف طلع تقريبا من عند وسطه. ده كان في باين في مستشفى في جامعه المنصوره باين واحد زي كده ما حصلوش اي انترنال اورجن دامج خالص يعني كانت شايله في الفات بس. مش عارف ازاي عايش. من الحاجات اللي عايز اقول لكم عليها ان ما يصحش ابدا انك انت لما تلاقي حاجه داخله في بني ادم تشيلها. بتثبتها باين حواليها كده دكتور لحد ما العمليه باين صح؟ ايوه طبعا انت ما ينفعش تشيلها كده. يعني انا مره جالي واحد في الطوارئ عنده 13 سنه واخد مطوه في بطنه، هو كان رفيع جدا فالمطوه اصلا كلها داخل وكانها واصله للفيرتبرال كولن. فرحت نيمته على ظهره عادي. اوعى تشيلها، لو شيلها تبقى متخلف. هتشيلها وهي داخله في الاورطه، الاورطه تقعد تنزل وتطلع يعني. في الاي بي سي تقعد تنزل. فالمهم انا حتى بصورها لما بقلب في الالبوم في الموبايل بتاعي بقى. انا كنت دايما بعمل دايما باك اب لكل حاجات الموبايل بتاعتي من ايام الموبايل لما كان الشاشه السوداء. كنت بعمل باك اب للكونتاكتس بس. بعد كده بقى لما قلب للموبايلات الحديثه شويه قلبت من اندرويد لايفون كده في ايرا كده من 7 سنين.
بس كنت بقالي فتره بتاع 7 سنين اصلا اندرويد، فكنت بباك اب اي حاجه. طبعا ما بعرفش باك اب طبعا، حاجه بتخلي حد يعمل لي باك اب، بس المهم ان انا بعرف ايه اهميه الباك اب يعني. فبقلب في الصور القديمه قوي مثلا من 2000 وايه يعني يقول 2009 كده ولا حاجه، فلقيت طفل كان جاي، هو ده 13 سنه مش طفل يعني، واحد تين ايجر والسكينه واقفه كده في بطنه. وانا ساعتها عملت ايه؟ طبعا خدت راي الناس معايا وبتاع، الفاسكولار عايز فاسكولار معايا يا اخوانا، انا راجل جنرال ما يصحش، لازم الفاسكولار يجي معايا. مش عايز ايه يا عم ما فيهاش حاجه وبتاع، ولو لقيت حاجه تبقى تكلمني. قلت له لا يا حبيبي خليك جنبي، انا مش ناقص من في مصايب، فخليك كده ان ذا زون يعني، انا اديلك 5 دقايق تكون عندي. ودخلت الواد وشقته بالنص طبعا ميد لاين اكسبلوريشن، والسكينه جنبك انت بتعقم السكينه بالبتادين اصلا. ففضلت افتح قلبت الكولون، عملت له فليكشن عشان اشوف ريترو بريتونيال، فعلا طلع ترانسفيكسنج الاي في سي، يعني داخله في الانتيريور ذن البوستيريور اوف اي في سي، وبعد كده داخله على الباك ماسلز. فانا اديت الفاسكولار تعالى حبيبي، عمال تقول لي ما فيش حاجه وما فيش حاجه، تعالى يا بابا شوف شغلك. راح مسلك على الاي في سي فوق وتحت وحط كلامبين، وبعدين راح ايه راح مخيط بسرعه، بيبقوا شطار جدا جدا جدا. انا اتعلمت منه واشتركت مع الباسكو كتير قوي، ايديهم سالكه قوي لان طبعا البلاد عندهم ما بيخافوش منه، فشطار يعني بشكل رهيب يعني. اكتر ناس عندها سكيلز جراحه اطفال وجراحه اوعيه يعني، على احترام لجميع الناس يعني، بس اكتر ناس عندها فاين سكيلز جراحه اطفال، واكتر ناس عندها يعني دير سكيلز يعني جرأه رهيبه يعني بتوع الاوعيه. واكتر ناس طبعا بيشتغلوا كتير جراحه العظم، واكتر ناس بيطولوا في العمليات البلاستيك عشان بس ايه تقعد في واحد مع واحده في اوجمنتيشن لما تموت او ريدكشن تقعد تموت معاهم. ف مره كنت داخل في ريدكشن مع حد كبير وانا نايب، قعدنا 4 ساعات بنوزن في كل بريست، نشيل دهون من هنا نحط في الميزان، نشيل دهون من هنا ونحط في الميزان، وعمال نوزن يمين وشمال، ونقعد العيانه وهي نايمه طبعا، وعين نايمه، نقعدها ونايمه، ونبص على الناحيتين، يمين زي الشمال، شمال زي اليمين، ونقعد نوزن، طب اللي طلعناه هنا قد اللي طلعناه هنا، وهكذا بقى، تقعد حياتك كلها توزن، كأنك قاعد في البقاله. وبعد ما تخلص طبعا العيانه بتبقى مبسوطه، بس انت بتبقى مش مبسوط، يبقى عندك هايبوجلايسيميا. خصوصا لما يكون حد كبير بقى وايه؟ وبيحاسوك قوي. الاوجمنتيشن اسرع شويه. فتحه وحط السيليكون واجري. في حاجه اسمها صب جلاندولر وحاجه اسمها صب ماسكولر. عمليه لذيذه جدا يعني. المهم ف مره جالنا بقى في الاستقبال بقى غير الواد بتاع الخنجر ده، واحد تاني داخل السيخ المحمي في كلافيكولار فوس سفلى كلافيكولار فوس، كارثه لدرجه ان احنا نادينا قلب وصدر جهزوا نفسكم عشان تفتحوا ثرقاتهم، هي داخله اكيد في اللنج. فجه واحد بقلب وصدر كده دنجوان عصره، راح ساحب السيخ سحب السيخ ومشي وربنا سطرها الحمد لله، ما كانش ضارب حاجه، بس طبعا اللي عمله ده كان مصيبه يعني. عمل سي تي فاستنتج انه مش ضارب حاجه فراح سحب السيخ. يا عم احنا مش جايبينك عشان تسحبه، ما كنا احنا سحبناه. المهم طيب خلينا بقى نتكلم، يبقى اي حاجه تعدي ديورا يبقى دي بنتريتنج برين انجن، دي مصيبه طبعا. شوف خد بالك الكلام المكتوب شايفينه السلايد ده قلب معاكم ايه يا ولاد؟ ما حدش بيرد عليا ليه؟ ايوه لسه عارف حالا. اوبن وكلوز ده خلاص انجريز ماشي، ديستورشن اوف برين موتيليتي كلام اهبل كله، كلام شحاتين مالوش اي لازمه. طيب خلاص خلينا بقى في الايه، احنا الزهراء هي اللي كانت جاوبت اخر حاجه. طب نرجع نعيد من الاول. احمد يلا. Clear fluid coming from the nose and ears of patient admitted to emergency department after a fall. With which type of fracture? Fracture base. يا جمالك بقيت بتلعب بالفراكشر بيز لعب يا احمد.
هو هنا بيقول لك يعني لما نكون احنا طبعا الانتيرو كرينال فوسا انتوا شايفين الصوره دي يا اولاد؟ ايوه 70% من القصه بتبقى انتيرو كرينال فوسا. في حاجه اسمها ميدل كرينال فوسا، طبعا هنا حاجه اسمها السفينويد بونز، ودول اللي بيعملوا ال الراينوريه، وفي حاجه اسمها الاوتوريه بتبقى من على الجناب هنا. اما البوستيريو كرينال فوسا اللي كانت بتعمل الباتل ساين اللي كانت على الماستويد هنا، فافتكر كده دايما الودان بتبقى في النص والمناخير في النص وفوق، اسف في النص وقدام، يعني الميدل كرينال فوسا تعمل اوتو وتعمل راينوريه، لكن الانتيرير تعمل راينوريه والبوستيريو تعمل باتل ساين، والانتيرير طبعا تعمل راكون. طيب والنسب طبعا في الانتيريور اقوى بكتير جدا من الميدل والبوستيريور، واقل حاجه البوستيريور. بص بقى اللي بعدها، طبعا دي احنا قلناها قبل كده خلاص مش مهم بقى. محمد الصوره بتقول ان في ولد صغير راسه متبططه لكن الجلد مش مفتوح، اقرا بقى محمد بيه. Which is false regarding simple depressed fracture, more common in children, associated with skull bone, rarely associated with brain injury, its treatment is mainly conservative. باين ان في حاجه ايه؟ غلط خالص، ايه هي؟ غلط خالص بي بي طبعا. اعتقد عايز الصح، سوري. مش احنا قلنا السيمبل هو اللي ايه؟ اللي شفته في الجلد؟ في سكال بون ده. بس بي شايف ده المنظر ده. بص عامل ازاي؟ قرب لك عليه شويه. عامل زي العروسه اللعبه بتاع الاطفال الصغيره لما تدوس عليها كده. ايوه بتفعصها كده صح؟ بس ده وبتلذذ وانا بفعصها. شايف هنا حاطين ايه؟ مش ورك ديورني. لا شريحه، شريحه معدن تتثبت طبعا بمسامير. دكتور معلش ممكن نعيد السؤال ثاني؟ نعيده ليه؟ نرجع للسؤال بس معلش. ايه الجمله الغلط في السيمبل ديبريس ديفراكشن؟ ما ينفعش تقولي سيمبل وفي نفس الوقت تقولي في سكال بوند، كلمه ووند فاتح على الشارع يبقى كومباوند. تمام. كلمه اكيد غلط، بصرف النظر بقى انت مقتنع ببقيه الجمله ولا لا، الجمله اللي متاكده منها انها غلط من الفن ان انت تخلصي السؤال بسرعه. More common in children. هو فعلا more common in children لان هو بيبقى غالبا السكال اضعف شويه. وطريه شويه ما بتتكسرش اكتر ما بتتبطط يعني. Rarely associated with brain injury. فعلا غالبا ما بتاثرش، ده اصلا بتتعامل كونزرفتيف غالبا. وادي mainly conservative. بس. تعالي بقى في الايه؟ بص هنا الكلوز ده من النظري بقى، يعني لو حد فتح كتاب السبيشاليتي النظري هيلاقي كده كلوز او سيمبل، ما هو كلمه كلوز هي سيمبل، كلمه اوبن هي كومباوند، ديبريس ديفراكشن هيماتوما عليه طبعا، وديبريشن ما يبي فيلت بايدك كده حته هابطه زي الهبوط الارض كده خلاص، وساينز اوف اسوشيت برين انجري ممكن تبقى موجوده ممكن لا، بس انما الثانيه لا بقى دي مفتوحه على الشارع يا في سكيب اوف بلاد او سي اس اف او حتى شويه من مخه طالعين. ديبريشن كان بي سين وفلت، مش فلت بس ده انا اشوفها بعيني كمان. وساينز اوف اسوشيت برين انجر. طيب منى بيشنت ان امرجنسي ديبارتمنت ويز هيد انجري ريسيف in a motor car accident on admission the patient Glasgow coma scale is 14 within 20 is for arrival it's 10 which is the following is the most appreciated next step in management lower the head of bed intubation the patient order CT brain order IV fluid فجأة وقع من 14 ل 10 intubation 10 مش انتيوبيشن، ال 8 انتيوبيشن. دري فلويد؟ لا. دي تي. صح. أنت عايزة تعرفي إيه المصيبة؟ مين اللي بيرسم على الشاشة من غير ما يقول لي ده؟
كده هو اي حد تاني ينفع يرسم؟ اه انا فاتح لكم الحريه بس ما تصفطش. مش انا، انا بستفسر بس. اما مين؟ مين يا جماعه اللي رسم من غير ما يقول لي؟ ممكن احمد اكيد. شجاعه ادبيه لو سمحت. يا جماعه بدل ما اجيبه. يا اولاد طب مين مسحها تاني؟ هو برضه اللي رسمها؟ ولا حد تاني؟ طب يا جماعه اللي رسم على الشاشه اديله جايزه. خدها يا احمد ونقسمها سوا. يا ابني مان مش انا جايزه ابعتها له بودافون كاش. يا محمد ده جايزه حلوه، اصل اللي رسم على الشاشه ده عرفني معلومات كثيره. وربنا مانا يعني اخد جايزه بالحلال. طيب بص يا مانا بقى، انت عايزه، انت مش معقول اول حاجه تفكري فيها ان انت تعالجي. انت اول حاجه مش اللور هيد طبعا، وما ينفعش تقولي انتوبيت لان المعلومه عندك بتقول 8، ومش ما يصحش تعالجي على طول باي في فلويد. اي في فلويد دي اجابه اكيد غلط، اكيد غلط. يعني بص يا منى، انت معذوره ان انت تجاوبي انتوبيشن غلط لو انت مش عارفه المعلومه بتاعت 8 معايا، لكن مش معذوره خالص في اللورنج الهيد او الاي في فلويد، لان مش ما يصحش تعالجي قبل ما تشخصي. فبالعقل كده انا وقعت من 14 ل 10 ليه؟ اجري بسرعه يا واد يا حسين، هات لنا ريري منه اثنين، روح هات بسرعه ايه سيتيهايه وعرفنا دي اكسترا ديورال ولا ايه سب ديورال ولا انترا كده هيمورج ولا انهي مصيبه بالظبط. ماشي امونا. ايه دكتور تمام. ادي يا ستي الاكسترا ديورال، ادي سب ديورال، ادي الانترا كده هيمورج، ده مهبل كله. طيب وطبعا السي تي بي دايجنوز البلاوي دي كلها. ماشي يلا يا احنا قلنا مين تاني؟ حسناء. يلا حسناء. ايوه يا دكتور. ريجوردنج التروما. حسناء عملتي حرف السيره؟ لا والله. والله؟ لا والله. قلت يوم عرفه اللي بيكذب بيروح النار. والله انا ما بعرفش اصلا اذا عمل ازاي حاجه زي كده. ما بتعرفيش تسمي اصلا؟ وما اعرفش يعني مش هعمل كده اصلا. ليه كنت بتحضر حصه الرسم في المدرسه ولا ايه؟ لا والله. ماشي مين هيدعي لي بكره يا جماعه في يوم عرفه؟ ندعي لك كلنا يا دكتور. ندعي لك يا جماعه تدعوا لي في يوم عرفه. شروق يا دكتور دعوتها مستجابه قوي. اه ادعوا لي. اه شروق سعيد بس شروق تعبانه صح ولا ايه؟ مرهقه. عايزين حد يدعي لي بكره ان انا اعرف اروح الجونه اخر الاسبوع. ابقى موفق واعرف اروح الجونه اخر الاسبوع. آه عايز اروح استجم شويه. يا دكتور بيقولوا دي الدعوه اللي تروح في الاخر. انا عايز دعوات حلوه بقى. وطبعا ما تنسوش تدعوا لنفسكم برضه. يلا يا جماعه يلا مين معانا؟ حسناء يلا. ريجاردنج هيد تروما ويتش از فولوينج از انكوركت. Large extradural hemorrhage is managed surgically. Subdural hematoma usually develops due to skull fracture overlying the middle meningeal artery. Subperiosteal hematoma are limited bicranial sutures. Simple depressed fracture of the skull vault is mostly managed conservatively. الأخيرة أكيد صح؟ الأخيرة أكيد صح. ال A اكيد لارجست الاكسترا ديورال دي اللي كنا بنعالجها اللي كنا بنعالجها ايرلي سيرجري صح؟ ايوه عشان ارجنت جدا. يبقى دي صح؟ ماشي. سب ديورال هيماتوما يوجوالي ديفلوبس يو تو سكال فراكشر اوفرلاين. لا دي كانت الاكسترا تقريبا بالظبط كده. السب ديورال بتاعت الميدل مننجيال دي بتاعت الاكسترا. يبقى اكيد سي هي اللي غلط. سبر اوستيال هي اللي غلط خلاص لان هي بري اوستيال وكرينال سوتشرز بتحددها فخلاص تمام خلاص. فهي على فكره السب بري اوستيال هي الاكسترا ديورال ليميتد بايه؟ بتبقى ليميتد بالسوتشرز غير السب ديورال ما بتبقاش ليميتد خالص لانها في السوفت تيشو بتاعها. فسيبك من الجمله دي خلاص حتى لو لخبطتي تطنشيها. انت عندك جمله واضحه جدا انها غلط. الميدل منجيال ده بتاع الاكسترا ديورال مش على السب ديورال.
امال ايه بتاع سب دورال فين جوه اسمه فينس ساينس خلاص اللي هو سب دورال فينس ساينس يبقى بي هي الانكوركت ماشي اقرا بقى كده سب دورال هيماتوما از يوزوالي ديو تو سيفير بلو تو ذا سكال leading to rupture of a large cortical vein as it crosses the subdural space to reach the fixed subdural sinuses. صح كده؟ بص بقى طب قولي لي على على غرار هذا الباراجراف ايه ال الحاجه المعاكسه دي في الاكسترا ديورال؟ اكسترا ديورال هيماتوما is due to arterial injury. لا الاول اول جمله severe blow تبقى ايه؟ ماينور او تريفيال ايوه كده صح ماينور بلو او تريفيال تروما صح طيب وبعدين ليدنج تو رابشر كورتيكال فين الثانيه هتبقى ايه؟ ميدل منجيال ارتري الميدل منجيال ارتري او فين ماشي طيب از ات كروسز حيث هذا الفين بيكروس سبدورال سبيس ماشي طيب ثالث حاجه بقى السب دورال بتحتاج ان البيشنت يدخل فيه فيري ايرلي ولا لا؟ السب دورال؟ هي كانت ايرلي كانت الاكسترا هي خطر بس مش ارجنت مش الارجنت الاكسترا الفيري ارجنت هو الاكسترا دورال وده الايرلي سيرجي از سكسسفول انما السب دورال ديدلي يعني ايه ديدلي؟ 50% مورتاليتي بلوى دخلت بدري ما دخلتش بدري مش فارقه لنا هي 50% مرتفعه لانها اصلا من الاصل كانت ايه فيري سيفير بلو ودي بتعمل ايه سيفير برين دامج ولاسيريشن غير الاكسترا ديورال اصلا تريفيال ضربت الايه الميدل منجيال من سوء حظك لانها على التمبرال لكن الاصل التريفيال ما يعملش ايه ما يعملش سيفير برين دامج اند لاسيريشن هنا بقى ايه الجدول المقارنه بالنظري اكيوت سب دورال هيماتوما والمقارنه بين الاكسترا ديورال ادي الاكسترا ديورال مايلد تروما هنا سيفير تروما مايلد برين دامج هنا سيفير برين دامج لما طبعا في الاول بيروح فايق في الاول كونكشن يغمى عليه وبعدين يفوق تاني اسمها اليوسيد انترفال زي بتاعت البيبتيك السر يبقى اليوسيد انترفال هنا وفي البيبتيك السر اليوسيد انترفال ماي بي بريزنت لكن هنا لا ده من الاول ضارب جوه مش لسه هنستنى لغايه اما الارتر يقعد يملى دم فمن الاول مفيش اليوسيد انترفال الهيماتوما يوجوالي يونيلاترال هنا ممكن كتير جدا تبقى سب ديوال تبقى ايه بايلاترال ولا زي ما قلت لك اكستنسيف بتكروس الايه السوتشر لاين مالهاش دعوه اصلا بالسوتشر لاين وايه اللي سيرجي سكسسفول لكن هنا برين دامج عنيف دي مع عنيفه السيرجي مش سكسسفول قوي ما تستعجلش مش فارقه كتير المورتاليتي اب تو 50% يعني دكتور المخ والاعصاب بينزل جاري على العيان ابو اكسترا ديوال عشان يجره على عمليات جر لكن في السب ديوال تلاقيه بقى يرد عليك بعد 10 مره استعبط بقى تعالى يا عم شوف العين بتاعك طيب حاضر مش عين صدورك طيب ماشي هذا بص عليه يقعد يبص على البيبلز بتاعته يقعد يهجس كده شويه ويمشي اول ما تلاقي اكسترا دورال جه هوب هتقول عنده بسرعه العمليات عارفين يخشوا امتى وما يخشوش امتى ما بيهزروش الا اذا حد حمار يعني لكن الاصل كده هما فاهمين حتتهم فيري سبيشاليزد وانت ما تبقاش فاهم طبعا يعني تبقى قاعد كده في الرصاص عبيط مش فاهم هو ليه ما جاش او ليه جه لا هو عارف امتى هيجي وامتى مش هيجي بتلاقي قلبه صدره كده برضه بتندهله احنا كجراحه عامه بندهله ليه كده عمال يتلالى كده ومش راضي يجي ليه اكون لان كونتيوجن اول بقى ما تلاقيه جاي جري تعرف ان في مصيبه حد من النواب الصغيرين بتوعه بلغه ان الشيست تيوب جابت 2000 مثلا في اول ما دخلت بس يجي جري يلا يا اولاد يا جماعه حضروا عمليات اب تراكاتو وبتاع برضه عارفين يجوا امتى وما يجوش امتى هي دي بقى مميزات الجراحين عامه احنا برضو كده بالنسبه للبطنه البطنه يقعدوا يندهولنا ومش عارف ايه زي ده انكومبليكيتد عادي بنروح لها ونيجي ببطء كده شويه لكن لا واحد تاني مثلا جايب طحال متطمر بتلاقيني انا خدت العيان قبل ما بتاع البطنه ياخد باله اصلا خدته وطلعت بيها العمليات بسرعه بركب على الترولي واطلع معاه او جان شوت تلاقيني جاي جري لا واحد شوت جان بقى رش اقعد بقى سي تي مش عارف ايه كده مش كده يا جماعه دايما دايما فكروا تاخدوا سبيشالات ما تاخدوش حاجات عامه ما تاخدوش جنرالات ما تبقوش اغبياء حكيت لكم كتير على سبيشالات والجنرال بطلوا تبقوا اغبياء وتاخدوا جنرال في واحد كده بيطلع من سنه سته بعد كل الاختبارات اللي مر بيها دي بيطلع باغبى كومنت ممكن يقوله في حياته انا بحب البطنه العامه مش عارف بيحبها ليه حاجه ما تتحبش نهائيا لا على مستوى التعليم ولا على مستوى الشغل وعلى في الاخر تدخل حتى في القصر العيني اللي هي انضف نيابه
تخش تتعدي بفيروس سن العيانين. لا بحب البطن العام. تحبها ليه؟ ولا حد حتى هيجدي لك الدكتوراه بدري. حتى الدكتوراه تاخدها متاخر. زل في زل. يعني القلب مثلا بياخدوا العشرين على الدفعه والخمسه على الدفعه والعاشر على الدفعه ومع ذلك بيتزلوا في الدكتوراه. يعني في ناس دفعتي لغايه دلوقتي في القلب ما خدوش الام دي. كارديولوجي ما خدوش الام دي. كان عندي دفعتي توأم ميرا وميريت دول كانوا قلب واثنين تانيين محسن وفل يعني اثنين يعني اربعه خدوا قلب عندي. منهم يمكن اثنين ما خدوش الام دي لغايه دلوقتي. ازاي يا جماعه؟ اتهرجوا ولا ايه؟ ده انت بقيت عجوز مش تاخد الام دي ازاي دلوقتي؟ في القلب معقدين جدا اللي بياخد كارديولوجي بيعيش معاهم وعقدهم مش هيدوك الام دي غير بعد طلوع الروح. في اقسام سيئه السمعه اسم مثلا التخدير اسم حسن السمعه تماما. الام دي سريعا سريعا مفيش اي حاجه احنا محتاجينك اصلا تعالى مدرس على طول. مره واحد زميلنا دخل في قعده النيابات قال يا اما جراحه عامه يا اما بطنه عامه. الناس كانت هتقوم تضربه. ايه علاقه الجراحه العامه بالبطنه العامه؟ هو ايه اي كلام وخلاص؟ يقول لك اصل انا شخصيتي بتحب العلم فعايز اي حاجه. هو بيحب يعوم يا دكتور كده. كده بيحب يعوم. لا هو كان على فكره فعلا يعني فعلا كان قصده كده فعلا. هو بيحب اي حاجه فيها مذاكره وفيها حاجه عامه. يعني بيحب ياخد كل الحاجات مش عايز ياخد سبيشال بس ويسيب الباقي بيحب كله. فقال لك يا دي يا دي انا بحب العلم عامه بس لا طبعا هو كان ناوي على جراحه عامه بس ايه يعني كان الشيطان ضحك عليه شويه بيقول له ممكن تاخد بطن عامه. شتان ما بين الاثنين يعني. يعني ده دماغ ودي دماغ ثانيه خالص ما ينفعش تقول الاثنين مع بعض. انا ممكن اقول مثلا بطن عامه او روماتيزم ماشي. بطن عامه مثلا او مثلا هيماتولوجي مثلا اي حاجه بقى. بطن عامه ولا جلديه ماشي لكن بطن عامه ولا جراحه عامه بنهزر. ولا مثلا تقول لي نيورو سيرجري او نيورولوجي لا يبقى في حاجه غلط في دماغك. مفيش حاجه اسمها نيورو سيرجري او نيورولوجي. مفيش حاجه اسمها تقول لي مثلا ايه انا هاخد نيوروفيسيولوجي مثلا يعني نيوروفيسيولوجي او بطن عامه ازاي؟ ايش جاب لجاب؟ النيوروفيسيولوجي حاجه مريحه وبارا كلينيكال شويه. البطن العامه كلها قله ادب واي بي جي واي سي جي ونقعد نتكلم ساعتين في اي سي جي. ايه علاقه ده بده؟ تقول لي مثلا بايو كيمستري او نيوروفيسيولوجي اقبلها منك. جلديه نيوروفيسيولوجي اقبلها منك. لكن حاجه متعبه جدا وحاجه مريحه جدا على اي اساس؟ حاجه علميه جدا وحاجه العلم فيها قليل شويه على اي اساس؟ يبقى في حاجه غلط في دماغك. يلا يا زهراء. هو هلا ما اتسالتش يا نهار اسود فعلا فين؟ ايه ده هلا منسحبه؟ كارولين اللي عليها الدور ماشي يلا كارولين. Source of bleeding of the extra dural hematoma. خلي بالك من كلمة except. Middle meningeal vein. Middle meningeal vein. ركزي تاني يا كارولين. ال extra dural ممكن تبقى من middle meningeal artery. ايوه انا مش عارفه غير دي بس. ممكن تبقى من الميدل مينجيال فين. ما هو القطر جنب الفين في نفس المنطقة. ده ماشيين جنب بعض جيران. الفين مش هيعمل بريدنج ماشي. ايه الحاجة اللي مالهاش دعوة بالديورة أصلا أصلا؟ أكيد مش بره الديورة. أكيد مش بره الديورة اسمها سيريبرال. أكيد مش بره الديورة. يبقى إزاي تعمل إكسترا ديورة؟ سوبيريور سيريبرال فين. يبقى الاكسترا ديورال معظمها بيجي من ميدل منجيال ارتري و10% بيبقوا من الميدل منجيال فين او من ديورال فينس ساينس. طبعا ده مكان التيريون اللي هي بتاعت الميدل منجيال. وطبعا التيريون دي اللي بتتعمل عليها التريفاين اوبريشن اللي هي البير هول عشان تفضي كرينيوتومي وتعمل ايه؟ خرم وخرم 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 وتشيل حته كده سيجمنت تنشر ما بين الاخرام وتشيل السيجمنت وتفضي الدم. خلاص يبقى العين زي الفل وبعدين تثبتها تاني. سبب بشرح مسميه طبعا. طيب خلاص قلنا الكلام ده. يلا بقى يا زهره. The brain can
Sibilance secondary type of damage in head injury include all except? بصي هو كلمة السر في السؤال هنا كلمة secondary. يعني في primary. يعني ايه الدمار اللي بيحصل في الأول ساعة الحادثة؟ وايه الدمار اللي بيحصل بعد كده بعد الحادثة بأيام؟ ممكن الهرنيشن؟ أو الإديمة. بصي الهرنيشن او الكونيزيشن محتاج ايه؟ محتاج وقت. فاكيد سكندري. والاديمه بتاخد وقت، مفيش حد بيورم فجأة، فاكيد سكندري. هيمورج. والهيمورج لا. ممكن ياخد كونفيوجن بقى كونفيوجن. الانفكشن بياخد وقت، والهيمورج عشان يجمع بياخد وقت. لكن الكونفيوجن ده في البدايات خالص هو والكونكشن، واللاسيريشن في البدايات خالص. اقرا كده معايا ديسكشن بلاش ده ما تقراش ده اقرا النظري برايمري باثولوجيكال سيكول برين كونكشن كونتيوجن لاسيريشن سكندري باثولوجيكال سيكول يا زهراء اديما هيمورج انفكشن راينوريا كونايزيشن بنستم انجري فاسكولار اسكيميك تشينج شايفه ادي برايمري الهدف انك تقرا الثلاث كلمات دول في البرايمري وتقري الخمس ست كلمات دول في السكندري فتعرفي ان في برايمري غير واحد تاني هيذاكر النظري لانه فاكر ان دي الطريقه الصح فهيذاكر النظري ويكتشف في الاخر ان في ثلاث اربع بلوكات قد دي ما كانش ليهم قيمه ان هو يذاكرهم خالص وبالعكس هيغموا له على دي كمان يعني هو مش هيركز او هايلايت دي خالص مش الحل نهائيا يا جماعه لحتت مهمه في النظري كام اس كيو ان انتوا تذاكروها نظري هتذاكروها هوموجينسلي وهتنسوها وهتغطي على الحتت المهمه بتاع الام سي كيو مش هتعرف تهايلايتنج وعلى فكره اللي بتعملوه ده مش ترقيع والله ما ترقيع لما تتصدموا في الحكايه دي لما تروحوا انجلترا تشوفوا نظام الامتحان بتاع الام ار سي اس انا امتحنت ام ار سي اس فام ار سي اس الكتب بتاعتها ايه؟ والله ما نظري الكتب سؤال والاجابه ورا على الاكسبلانيشن 10 صفحات سؤال والاجابه ورا على الاكسبلانيشن 10 صفحات وهكذا مفيش نظري، النظري في البلاب، البلاب اللي هو المعادلة مش الزمالة، اللي هو أنت عايز تبتدي بقى من أول الهيستولوجي. في إنجلترا بتذاكر الهيستولوجي إزاي؟ لكن لما تيجي تذاكر زمالة يعني هتزاملهم، يعني هتبقى زيك زيهم في الماجستير. اللي هو إيه؟ هم قابلينك أصلاً كبكالوريوس وبيقولوا لك تعالى كماجستير تعمل شوية موديفيكيشن عشان يقبلك كجراحة عامة. اللي هي اسمها ام ار سي اس. هتلاقي كل الكتب كده، سؤال واجري ورا يا واد يا حسين عشان إيه؟ تشوف الاجابه تلاقي الاجابه عباره عن 10 صفحات تقعد تذاكر في ال10 صفحات دول وتقسمهم هم دول اللي فيهم الشيب السؤال مش لازم يجي زي بقى السؤال ده لكن هيجي من الاكسبلانيشن بتاع السؤال طيب الاء ايوه يا دكتور the pathology of the primary traumatic brain damage include all except في واحده من دول قلناها في السكندري واضحه جدا يعني ايه سكندري يعني بتحصل بعد فتره مش في اول يوم الحادثه قلنا تاخد وقت عشان تحصل يعني بص كده احنا قلنا الكونكشن بتحصل برايمري كونتيوجن برايمري ولاسيليشن برايمري اكيد الديفيوز اكسونال انجي في ساعتها برضه كان انفكشن الانفكشن هو اللي بياخد وقت ارجع لك على سلايد تاني اهو ادي الانفكشن هنا اهو سكندري باثولوجيكال سيكول ماشي ادي البرايمري وادي السكندري برايمري باثولوجيكال سيكول هم اللي بيحصلوا كونكشن كونتيوجن لاسيريشن وديفيوز اكسونال انجري طبعا كلمه برايمري يعني ات ذا تايم اوف ذا اكسيدنت تايم سكندري سبسيكوينتلي تو ذا اكسيدنت دي سببها طبعا الهايبوتنشن والهايبوكسيا والهايبرثيرميا والهايبو والهايبرجلاسيميا حاجات بتؤثر بقى على المنطقه والسيكسز وهكذا مش ممكن يحصل برايمري؟ نعم والانفكشن مش ممكن يحصل برايمري؟ لا طبعا الانفكشن محتاج بكتيريا الكولونايزيشن هو البكتيريا هتنمو في ساعتها في نفس وقت الحادثه انت محتاجه ده ان شاء الله حتى البرين يتفتح على الشارع مش هيحصل انفكشن الانفكشن محتاج يومين ثلاثه تمام
يعني اقدر اقول انه contaminated لكن فين الانفكشن؟ هيظهر بعدين الباص بعدين. تمام لازم تيجي كيموتاكسيس الاول كده تحارب البكتيريا يحصل معركه انت الباص. طيب 30 احنا كده مشينا على كله. احمد بقى تاني. The following are measures to treat increased intracranial tension except raise head of bed 30 to 45 degrees, mannitol, IV fluid restriction, lasix. في حاجة واضحة انها مصيبة ما ينفعش تتعمل. أو يعني مش هقول مصيبة يعني مش عايز أبالغ يعني بس هي حاجة مش من البروتوكول يعني. أول أنا عندي زيادة في الانتراكرينال بريشر بسبب ماس افكتيف. الماس افكتيف بسبب برين تيومر بسبب هيماتوما اكستراديورال او سبديورال او انت هيموريدج خلاص. ففي حاجات هتتعمل في كل دول. هو الهدف ايه؟ الهدف رقم واحد ان انا اول حاجه خالص اقلل استهلاك المخ للايه؟ للاكسجين وشغله وحركته وكل حاجه بيسموها تبطيء الميتابوليك ريت. حلو. وبعدين انا عندي مثلا حاجه بس افكت جوه زي اللي مرسومه دي كده محتاجه افضيها خلاص. يبقى دي ليه ايه؟ ان انا اشيل الكوز او البرزيستنت كوز. وفي حاجه اسمها الاوزموزيس. الاوزموزيس جوه البرين محتاجه كنترولت. واخيرا في حاجه اسمها ايه؟ السي اس اف فلو. فكل دول مسموحين. تقلل الفلويد مش عارف تدي مانيتول وهكذا. بس في حاجه مش مسموحه ايه هي؟ اللازق. تختار اللازق. المعلومه دي صح. بيعمل سفير على طول يعني. ف ليه دي كومبريشن مره واحده هيعمل؟ بتقول يا احمد دي كومبريشن مره واحده. محمد بيتكلم صح. اللازكس هيعمل اضرار. الاضرار دي طبعا محتاج عشان اقول لك اضرار ان انت تدي لازكس لحد زي ده محتاجين نشرح النظري. أنا كل هدفي إيه؟ إن أنت تفهم النقطة الغلط. خلاص؟ يعني مش هقول لك ليه المانيتول مسموح ليه اللازكس مش مسموح. بس عايزك تثبت في دماغك لو سمحت إن أنت مبدئياً طبعاً أي انتراكرينال تنشن بيزيد أو كده هو اللي هو بيبقى زايد عن بيسموه 20 مليمتر اتش جي. خلاص كده؟ الرقم ده خليه معاك. أنا كده كده هبعت لكم البرزنتيشن ما تقلقوش. خلاص؟ يعني النهارده هديكم برزنتيشن على الواتساب. بتقلل الميتابوليزم بتاع البرين بانك تقلل الفيفر مثلا، تعمل هيد اليفيشن صح، وتكنترول الحاجه اللي السنتر بتاعها في البرين اللي اسمها فنتيليشن. الاير واي والفنتيليشن لازم يبقوا ايه؟ كنترولد. وتعمل كنترول البين. البين بيستهلك وكونسيومز حاجات من البرين كتير جدا في الفانكشنز بتاعته، فالانالجيزيا مهمه. خلاص ما ينفعش يبقى في هايبرتنشن، لازم تكونترول هايبرتنشن، وامنع ان يحصل حاجه تستهلك كل البرين اللي زي السيجرز او الابليبسي يبهدل لك الدنيا ويستهلك كل الاكسجين. خلاص يبقى الانكريز انتراكرينال بريشر انت بتحاول تشك ان انت لو انت فعلا فوق ال 20 ملم اتش جي تكونترول الفاكتورز اللي فاتت دي كلها. حلو كده. بعد كده بقى لو هو لسه عالي في حاجات بقى ايه؟ اذرز ممكن تستخدم فيرذر يعني. لكن مش مسموح لك ان انت تستخدم ايه؟ اللازكس. في مثلا ايه تكنيك مثلا ان انت تعمل حاجه اسمها هايبر فنتيليشن. في حاجه اسمها انك تدي ايه؟ طبعا تمنع الهايبوثيرميا اللي هي حاجات ديدلي بقى، الهايبوثيرميا والهايبوغلايسيميا. في حاجه اسمها هايبر اوزمولر ثيرابي. يعني في الاخر دي لما بيكون intractable increased intracranial pressure. خلاص؟ طبعا طلعت الدنيا بقى خلاص كده كميديكال خلصت. فيها بقى حاجه اسمها سيرجيكال ايه؟
كلينيكتومي او دي كومبريسيف يعني كلينوتومي وسي اس اف درينج. فتحفظ ان دي هي اللي غلط. اجاباتها ايه بقى؟ ايه اللي مكتوب ده؟ ايه كده؟ اه الحاجات اللي بقول لكم عليها اهي. بصوا اربع حاجات اهم. كنترول ذا فازو مانيبيليشن او فازو رياكتيف. ماشي مش مشكله خلاص. سيرفر فلو خلاص سي اس اف فلو يعني والسيرفر بلاد فلو ومش مهم فلو ميتابوليزم كابلنج. ماشي خلاص. مانجنج الاوزموتيك جريدينت بلاد برين اوزموتيك جريدينت ريدوسنج الميتابوليزم وفيزيكال وسيرجيكال موداليتيز اللي بتقلل الانتراكيرال بريشر او بتزود الكومبلاينس. طبعا ده رسم مش مهم قوي يعني برضه بس يعني في حاجات اللي احنا قلناها. البريشر طبعا بيبقى عالي. انتراكيرال هايبرتنشن اكتر من 20 بتعمل سي تي او ام ار اي وتشوف هيماتوما. لو في هيماتوما تعمل لها سيرجيكال ايفاكويشن. زياده الانتراكيرال بريشر تعمل له الحاجات الاتيه. لو فضل انتراكتابل هتعمل له ايه؟ الحاجات الاتيه ممكن تحتاج للديكمبريشن. جلاسكو كوما تاني محمد. ايوه ده جلاسكو كوما سكيل كومبريس اكزامينشن اوف اول اوف ذا فولوينج اكسبت اي اوبننجز موتور ريسبونس سنسوري ليفل فيربال ريسبونس سنسوري ليفل. برافو خلاص كده مش هنشرح بقى في الجلاسكو كوما تاني ما فيهوش سنسوري خالص. طيب قلنا بعد كده مين اللي عليه الدور يا اولاد؟ منى. انا regarding brain tumor the following is true. Majority are primary brain tumor. Headache is invariability in all cases. Vomiting is not preceded by nausea or mean. Blurring of vision mean direct involvement of optic nerve. It's true. C. Vomiting not C. صح كده. صح برافو. Most common enter ده بص بقى ايرور الاجابه بقى اهيت. معظمها بيبقى ميتاستاسيز يعني بيبقى الاساس يعني في التيومرز او في البرين تيومرز زي الليفر كده برضو وميبي اسيمبتوماتيك او يزيد الانتراكيال تنشن وده زيه البيرنج اوف فيجن عشان الاوبتيك نيرف والهيديك والبروجكتايل فوميتنج اللي مش مصحوبه بايه؟ اللي مش مصحوبه بنوزيا او بحتى اكل يعني ميلز. ايه ده بقى؟ كم ايه سؤال هنا بقى عشان بس ابص كده لحظه واحده. هنزل لكم بقى البرزنتيشن دي انا بس بفتكر كام سؤال كله. عشان بس نبقى نعمل حاجه بس لو مؤاخذه في البيت يعني ما احنا قاعدين كده من اول 33 لغايه 36 لو سمحت تحلهم لوحدكم. طبعا كل حاجه واضحه مفيش اي مشاكل كل حاجات يعني معاده. النقطة الثانية لغاية الحصة الجاية أي حد عنده سؤال من سنين سابقة وقع فيه لقاه مثلا ريليتد للحاجات دي بس من سورس تاني يقدر إن هو يعرفه يبعته لي على البرايفت. بعد هذه المدة مش هقبل أي سؤال في المخ والأعصاب خلاص. هبدأ الكارديو ثراسيك ماليش دعوه باي اسئله مخ وعصب. دكتور هو الاسئله اللي بتيجي مثلا في النيورو سيرجي بتتمحور حوالين النوعيه دي من الاسئله يعني ما بتخرجش عنها؟ بص يا محمد وكميه قد ايه مثلا؟ بص يا محمد هو انت عندك 150 درجه. خلاص ال 150 درجه دول هي ورقه كامله زيها زي في الاهميه زي بيبر 1 و2. ال 150 درجه دول في 180 دقيقة حتى الآن. ماليش دعوة بالكلام بتاع الإيه الدور التاني اللي بيحصل دلوقتي. بالمناسبة هما خلصوا البطن أعتقد وداخلين على الجراحة. وأنا بعت لهم حتى ال دكتور سمعت عن اللي حصل مع قسم البطن ده ولا لا؟ مين يوسكي؟ لا إيه اللي حصل؟ هينزلوهم تمن لا كام يوم مش فاكر بس على تمن حالات وهيقسموهم في كورس مكثف كده وقالوا ان الثمان حاجات دول هم بس اللي هيجوا في الامتحان في الفاينل. ايوه يعني هينزلوهم عليهم في الامتحان سلايد شو ولا حالات؟ لا حالات هيوزعوهم على ايام وياخدوا احتياطاتهم ويعملوا لهم اشعه. بص بقى هو ده اللي بنقول عليه اللي هو ايه اللي ممكن يتغير الخطط في النص.
يقول لك احنا مش هينفع عيانين خالص، وفجأة لنفس الناس اللي هما مش هينفع عليهم اصلا، ده احنا مش بنتكلم في الدور بتاعكم، ده دورهم هما اللي هو تخفض فيه عدد الساعات لساعتين بدل ثلاثة والكلام ده، ولزقوا البطنة في الجراحة وحطوا الجدول اوريدي وكتبوا في الورقة، مش عارف انا بعتت الورقة ولا لا، ان ممنوع اصلا اي تعاملات مع العيانين. بعت لكم الورق ده بتاع السكرتاريه؟ اه انا بعته صح؟ اه موجود، بس ده كلام جديد ده. ايوه بص كانوا كاتبين ايه؟ ده كلام مش عايز اقول لك يعني، ده كلام ممضي بتاريخ 6/7/2020 لو تفتحوا الورق معايا كده. العلامات الارشاديه ومش عارف ايه والكلام ده كله، والاعذار وتاجيل الامتحانات، وما ينفعش تاجل ماده وتسيب ماده والكلام ده. وبعدين بيقول لك ايه بقى؟ وكمان في التصحيح واعمال الكنترول والحاجات دي كلها. خلاص؟ فده انت خلاص بقى انت اهلت الناس لكده. يعني مثلا الميني اوسكي اللي هو بعت لكم الملفين بتوعه دول، انا جاوبته للناس وبعته لهم ماشي؟ وقلت لهم يا جماعه ما تنتظروش ان ده يجي في الامتحان، لان هم هيراجعوا نفسهم قبل ما يحطوا الامتحان ده. ما يصحش يجيبوا اسئله اوبرتيف، لان في اصلا امتحان اسمه مباراه كلينيكال، فازاي تجيب لي صور اوبرتيف زي في ايه؟ يعني انت تنزل لي امتحان كلينيكال اسمه ميني اوسكي وتحط لي فيه صور اوبرتيف؟ طب ما اكيد مش هتجيبه في امتحان اخر سنه، لانك لو جبته هيبقى ايه؟ هتبقى مودان. فمحدش يحط في دماغه ان الامتحان هيجي من الملف ده، هو بيوريك بس الطريقه بتبقى ازاي. لكن هتجيب لي صور مثلا لبنكرياس مفتوح وده بنكرياتيتس، طبعا ما ده مش كلينيكال اصلا. فما تبقاش غبي يعني لدرجه انك تفتكر ان الموضوع هيتعاد. الفكره بقى في الام سي كيو مثلا في نيو سيرجي محمد هنا مثلا. دايما كل الكلام ده كل سنه، ما هو لازم هيجيب من القديم نسبه وهيجيب جديد نسبه، هو ما ينفعش ما يجيبش جديد. طيب لو جاب من الجديد، ما هو لازم هيبقى في جزء بيدور حوالين افكار القديم وجزء جديد خالص، والا ما كنتش كل سنه ازود على اسئله الام سي كيو اسئله. كان خلاص بقى من اول مره بقى كان في اسئله هي دي عماله تتكرر كل مره، ما اكيد مش هيبقى كده. ال 40 سؤال دول مثلا اكيد سؤالين 3 4 5 هيجوا زياده بقى على ال 40 دول، ودول نفسهم اللي ممكن يتجاب منهم بطريقه ايه؟ موديفايد شويه، متغيره شويه، هي كوبي بيست نسب. كلما زاد البول كلما انت اطمنت اكتر. يعني المخ واعصاب والكارديو تراسيك اصلا البول بتاعهم صغير شويه فمقلق، انت خايف. لكن في اليورو والاورثو اصلا عدد الاسئله كتير جدا، فهو هيكرر منهم بسهوله جدا. طب في احتمال يجيب اسئله كلها بالكامل بره اللي جه قبل كده؟ طبعا لا. ليه؟ هو باختصار ما عندوش اسئله بتاعت كل السنين السابقه حاططها كده وبيقول يلا بقى يا جماعه اي سؤال هتجيبوه يا جماعه يكون ما حصلش قبل كده. ما فيش النيه دي غير مبيته، دي شغوله اصلا. فيش فكره اسمها كده، الناس بتحاول تريح بعضها مش تتعب بعضها. انت عشان تخلي اللي هيحط امتحان ما يجيبش من السنين السابقه، انت محتاج واحد تديله تعليمات واضحه، لو سمحت علم على الدفعه دي. اي سؤال هتحطه انا هراجع وراك واشوف انت جبته من السنين السابقه ولا لا، من البنك بتاعك القديم ولا لا. محدش بيعمل كده خالص. الحاجات دي في دماغك انت بس، لكن طبعا هيعيد. والا ببساطه شديده ايه اللي خلى الاسئله ما بتزيدش وتتضاعف كل سنه؟ يعني ال 50 ما بقوش 100 وال 100 ما بقوش 200، ليه؟ لان اللي بيتعاد ما بنقولوش تاني، ما بنزودوش في الكتاب تاني، خلاص. ده جه في 2019 وجه في 2005 وخلاص، هو سؤال واحد. اي مكررات ما بنزودهاش. لكن لو كان كل سنه بيجيب اسئله مختلفه عن السنه اللي قبلها، ما كان تضاعف العدد كل سنه. ده ما بيحصلش. فعندنا اسبوع كامل قبل الحصه اللي جايه. هذا الاسبوع هيبقى فيه ايه يا جماعه؟ هيبقى فيه اي حد في سؤال في جراحه مخ واعصاب نفسه كده يسال فيه يبعتوا لي. طبعا مش هجاوب ساعتها، انسوا، انا ما صدقت ان انا هعيد اصلا. لكن عشان لو في حد عنده هذا السؤال ما فيش وقت يبعته غير في الوقت ده. وخلوا دايما كده اهتمامكم بالكلام اللي بقوله محترم جدا، لان انا بقول لكم والله يا جماعه ناس كده من الدفعه هتيجي قبل بيبر 3 مش عارفه تعمل ايه، فاكره ان المنهج
كان 1 و2 بس، كان فوليوم 1 و2 3 بس، كان لغايه الجي اي تي ما يخلص وخلاص. لا يا حبيبي، ده الام سي كيو مش هيجي من فوليوم 1 و2 3 خالص، نادرا، ولو جه الدفعه كلها تعرف تجاوب، لان حاجات بيزكس بالنسبه لهم خلاص ضحكوها كلها في النظري. معركه الام سي كيو معركه تحتاج الى كذا مبدا. المبدا الاولاني، انا ما بذاكرش نظري، انا بذاكر ام سي كيو بس، بهايلايت الحاجات كلها، وعندي الحمد لله اسئله كتير. المبدا الثاني، انا لما بذاكر الام سي كيو براجع الاسئله بتاعه السنين السابقه، مش براجع اي اكسترنال سورس. ما الاكسترنال سورس احلف لك 100 يمين مش هيجي منه، هما مش عندهم الاكسترنال سورس انت بتذاكر منه ده اصلا، مش هيجيبوا منه اكيد لانه مش عندهم اصلا. المبدا الثالث، ان انا لما بذاكر اسئله السنين السابقه في الاربع سبيشالات، انا بركز على الاربعه بالذات دول، الكارديو تراسي والمخ واعصاب واليورو والاورثو، لان هم دول اساس السبيشالات، مش البيدياتريك ومش البلاستيك ومش الفاسكولار. طبعا يجي منهم، لكن اوريدي هتبقى انت ايه؟ ما خلصت. فانت الاساس انك بتذاكر الام سي كيوهات كاهتمام اولي هو الاربع سبيشالات دول. جا منهم 120 درجه، جا منهم 110 درجه، و40 على باقي المنهج، جنرال وجي اي تي وفاسكولار وبلاستيك وبيدياتريك وكده. هتجاوبهم. عمر ما هتبقى مشكلتك في ال40 بتوع الجنرال والبلاستيك والبيدياتريك والفاسكولار. لكن مشكلتك دايما هتبقى فين؟ في ال110 وال120 بتوع الاربع سبيشالات دول، اللي مش هتسمعهم خالص غير في سبيشالات، لا هتسمعهم في راوندات ولا في محاضرات ولا في دروس ولا في اي حاجه، اللي محدش عاد يشرحهم خالص نظري، اللي محدش هيجيبهم في النظري خالص. وهم درجوا الموضوع في سنوات كانوا بيدوا السبيشالات نظري، بيجيبوا منها نظري، اورثو ويورو كل نظري، عيني عينك. واخدين بالكم؟ وفي وقت تاني راحوا لغوا الاورثو واليورو نظري وخلوا الشيست والنيورو نظري. وبعدين جم بعدها بسنه قالوا لا، الشيست والنيورو نظري لو ايمرجنسي. وبعدين جم قالوا بعد كده لا الشيست ولا النيورو ولا الكارديو ولا اليورو ولا الاورثو نظري نهائي، كلهم ايه؟ كلهم ام سي كيو. ففي تدريج حصل. كده يا دكتور، يعني هما في الام سي كيو بس مش ما لهمش دعوه بالشفوي ولا لا شفوي مين يا عم؟ ما فيش حاجه اسمها كده، ولا هو اصلا ما فيش شفوي. ثانيا، ما فيش خالص حاجه هتتسال فيها في الحاجات دي غير يعني مثلا لو قلت في الاكس راي مثلا يعني لا، في كتاب الاكس راي بتاعنا ما فيش حاجه من بره. يعني هجيب لك في البرين سي تي هات للاكس راي بس، مش هتسال بقى بقيت مخ واعصاب، خلاص ما فيش الكلام ده بقى. فما فيش حاجه ثانيه غير الام سي كيوهات بس. اناتومي مثلا، هتسال على حاجه في اناتومي، من كتاب الاناتومي في البارا كلينيكال بتاع الاناتومي في كده، فهمت قصدي؟ تعالى بقى نشوف. ايوه زهره، هو معلش هو انا كده مش هذاكر من كتاب الشرح خالص، هذاكر بس لا خالص، اوعي تبقى غلطانه. ده لو عملتيها تبقى بتضيعي وقتك. اللي هيعمل كده، اللي هيعمل كده يبقى لاكس الحكمه، تنقصه الحكمه. اللي بيعمل كده مش من الاوائل، لا يمكن، لا يمكن يكون من الاوائل ويعمل كده. اللي هيعمل كده يعني، بصوا يا جماعه، بيلقط الحاجات دي حد من اتنين، انتوا معايا ولا لا؟ هو الزوم فصل ولا ايه؟ لا ما حصلش. اللي بيعمل كده حاجه من اتنين، يعني اللي هيسمع الكلام كده ويقول ايه، طب ما طالما مش نظري احل ام سي كيو وخلاص على كده، بس اتقل الام سي كيو بتاع السبيشالات. حد من اتنين، يا واحد من الاوائل، اوائل دول اقصد بيهم ال 200 خلاص، يا واحد فاشل تماما 1600 دفعه، فده اكيد ما عندوش باب تاني اصلا، ده هو مش مخلص المنهج النظري الاصلي، فاكيد بذكائه جدا كده بديهيا لا يمكن يفتح النظري بتاع السبيشالات. مين بقى يغلط يا زهره؟ اللي في النص، رأس على السلم، لا هو من الاوائل 200 فمركز قوي فعارف انه ما ينفعش يذاكر نظري طالما طلب منه ام سي كيو بس، ولا هو من الفاشله قوي فما عندوش طريق غير ان هو يذاكر ام سي كيو بس، فقال لك اما ارقص على السلم اخد شويه نظري وشويه ام سي كيو. غلط، اختيار يعني فتان، هيبوظ لك الدنيا تماما. لا انت هتلمي نظري، ولا الاسئله هتجيلك من النظر اللي انت ذاكرتيه، ولا حد هيسقف لك انك خلصت النظر بتاع السبيشالات.
او عرفتي ازاي ترد العظم ازاي بيتكسر بيتعمل ازاي والكلام ده، ولا هتستفيدي منه حاجه. امال ايه؟ انا فين الاسئله اهي، الام سي كيوات اهي، عندك كام سؤال؟ 500، احفظهم بس. طب نفسي اذاكر ام سي كيو من سورسز خارجيه، ليه؟ عشان تشتت نفسك، عشان تزود تشتتك، تكفئه وعليك المنهج كده. طيب في احتمال يجيب من سورسز خارجيه؟ لا، هيجيب من سورسز خارجيه، اه ممكن يجيب بس من غير السورسز الخارجيه اللي انت تعرفها او اللي انت هتذاكر منها. فمفيش اي لازمه انك تذاكر ام سي كيوهات زياده على السبيشالات من السورسز الخارجيه. طب انت راجل بقى زي في اخر سنه كده دايما يقولوا لي كده، طب نجيب كتاب عز الدين قرشي؟ هاتوه. طب نجيب كتاب عمرو محسن؟ هاتوه. حلو جدا، ده كتاب استاذ عندنا في الاسم. اشهر اثنين عز قرشي وعمرو محسن هم اللي عاملين كتب في الام سي كيو. طب بيجي منها؟ لا، ممكن ما يجيش خالص. طب ليه ناخد منها؟ طب ما ناخد من الاكسترنال سورس؟ لا، هم ارحم من الاكسترنال سورس. هتاخد الاكسترنال سورس من اي حته مش هيجيب منه اساتذتك. مالهمش دعوه بيه اصلا ولا يعرفوه ولا هيجيبوا منه. يا هيجيبوا من السنين السابقه، يا هيجيبوا من افكار السنين السابقه اللي جابوا منها اسئله قبل كده بس مش بنفس النص، يا هيجيبوا من حد من الاساتذه اللي عاملين كتب ام سي كيو بس. محدش يقدر يلومهم بقى ساعتها. ده واحد استاذ عندك في الاسم عامل كتاب واحنا جبنا منه، خلاص. ماشي؟ طيب تعالى بقى نتكلم على، ولا كفايه كده وخليه بعد العيد بقى؟ انا كنت عايز اتكلم في الاناتومي شويه. عشان بس ما يفوتش الشروق يا دكتور الاناتومي. ما يخشش ايه؟ عشان شروق بس ما يفوتهاش الاناتومي. اه. وانا هبدا سحور من دلوقتي بصراحه، انا هقعد اكل في ساعتين اصلا. عشان ما بصومش من زمان. طيب هو احنا الحصه الجايه امتى؟ لو كمان اسبوع يبقى الاربع بقى. تقريبا 7. دكتور حضرتك حطيتها يوم السبت اللي هو يوم 7/8. يوم الجمعه، لا يوم الجمعه 7/8. حلو قوي. ده اللي هو بعد العيد على طول صح؟ اه. اه. ماشي خلاص. ده هيبقى يوم جمعه صح؟ اه. حلو قوي خلاص. دكتور ان شاء الله. دكتور. هناخد غالبا الابر واللور من دلوقتي لغايه ما نروح، اللي عنده سؤال في النيوزيرج يبعته لي خاص. خلصنا؟ دكتور تركيزكم في الام سي كيو بتاع السبيشالات دلوقتي، وفي ان انتوا تخلصوا اي حاجه هنخلصها في الاناتومي دلوقتي اهم من تركيزكم في الام سي كيوهات بتاعه الجنرال والجي اي تي. الجنرال والجي اي تي مشينا عليه طول السنه، حلينا منه كتير على فكره. انا عملت في الثايرويد وفي البريست وفي بس اللي كان معايا من الاول ملتزم هو اللي مر على كل الام سي كيوات. وعلى الجي اي تي شابتر بشابتر حليت عليه بعدها على طول، مش فارقه بقى دلوقتي خلاص. عشان ايه؟ عشان دايما اخر سنه بيجوا يقولوا لك النسبه الاقل على الجي اي تي والجنرال في الام سي كيو. الاساس احنا جايب لك امتحان ام سي كيو 150 درجه عشان نختبرك في السبيشالات. فالتركيز معايا دلوقتي، انا خلصت المخ واعصاب، تبعت لي الاسئله اللي انت مستغربها في المخ واعصاب. اللي هيجي لي هلتزم بان انا اجاوبه قدامك. بعد ما يعدي الفترة دي خلاص أنا دخلت في قلب سطر. ماشي؟ أشوفكم بكرة إن شاء الله، مش أشوفكم بعد العيد إن شاء الله، وتدعوا لي بقى إن شاء الله بكرة يا جماعة في يوم عرض. حضرتك طيب يا دكتور. أنتوا طيبين يا جماعة، هتسافروا طبعًا صح؟ الدنيا فتحت. نصيحة تسافروا في العيد، أنا هسافر، أنا عن نفسي هسافر إن شاء الله. يمكن أسافر مكانين كمان مش مكان واحد. مش هقول طبعًا عشان محدش يروح إيه؟ يصطادني هناك. بس يعني بفكر في كذا مكان كده، بس مش هقول طبعا هرس على ايه يعني، بس يعني الجونه بحبها قوي ومرسى مطروح بحبها جدا. انا هروح حديقه الحيوان بالجيزه. حديقه الحيوان جنبي اصلا، لو تحب بقى اصورها لك وابعت لك الصور. ماشي؟ ماشي يا دكتور. يلا سلام عليكم.